الجباية إيش قد تقريبا تستفادون منها من 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 مجموع ما تستهلكون؟ بمعنى أنه أنت اليوم إيش قد تجيك جباية على المعدل العام؟ أنت مثلا متوقع جبايتك خلي نقول فكذا رقم، إيش قد بالمية دي يصلك منها؟ أكو طاقة يسموها الطاقة المجهزة، نعم، وأكو طاقة يسموها الطاقة الموجبات، وأكو طاقة يسموها الطاقة المقروعة. شنو ذني الطاقة المجهزة؟ اليوم أنا باوع أنا وياك على حمل المنظومة، هاي الطاقة المجهزة للناس، نعم، صناعي زراعي تجاري سكني، أوكي. الطاقة المقروعة شنو؟ المقروعة أكو مناطق ما بيها عدادات، ما بيها عدادات، منطقة نظامية هاي بس ما موجودون المعدات. ليش؟ هسه أكو تقصير يم بالكهرباء. طيب، فبالتالي ما محطوطة. أشكرك على هذا الاعتراف. لا هذا واضح، ما نقدر ننكره. فما عدا عداد، شنو يعني؟ يعني طاقة مجهزة رايحة مني، هدر مني. اكو طاقة مقروعة، شنو مقروعة؟ اكو ناس عدة عداد ويقرأ العداد وما جاي يقدر احصل الجباية. ليش؟ ما اقدر احصلها، اما الناس ما تدفع. اعطيني اسباب. ما تدفع، لو الناس ما تدفع، لو اكو تواطؤ من بعض الموظفين. زين تقولوا يا الله وصفروا، صفروا ويا المواطنين. مو احنا حسب. سوي اعلان، سوي اعلان. مو احنا القرار. قولوا يابا احنا بالنسبة لنا مو احنا القرار. منو صاحب؟ ما نصفر الجباية؟ ايه؟ مو احنا القرار. منو صاحب القرار؟ هاي ديون حكومية، هاي مجلس وزراء، ما حد يملك صلاحية. انت المواطن اليوم ما حد يملك صلاحية يصفر الجباية مال الدولة، هاي جباية الدولة، هذا مال عام، ما حد عنده صلاحية. من يدفع لك اذا هو دخله الشهري 500 او 600 الف يدفع لك ديون مال كهرباء 4 ملايين؟ استاذ انت تدفع استهلاكك، تدفع استهلاكك بالتعرفة المدعومة. انت انا ما بايع لك اياها تجارية، بايع لك اياها بسعر دعم حكومي. انا اريد اوصل لك لنقطة، من نصبت الاعداد، من نصبت الاعداد اجيت على الاعداد العادي مو الالكتروني اللي هي سرح نصبه، مو سالت نش قد جبايتكم؟ فمن عندنا طاقه مجهزه وطاقه مقروءه وطاقه مجبات. من اصل الطاقه المجبات من غير الحكومه طبعا عندنا 11% فقط مجبات. والله توقعت اقل، 11% فقط.